افضل لابس البدله كده على طول ومش مكسوف ولا اي حاجه، والحمد لله. كنت سواق واحد الشركات وليه نصيب عيشة قطع وعندي أولاد، فما يئستش ولا عاد. اشتغلت سايس، بقيت راكب عربيات وامسح عربيات، قعدت سنتين فيها في مصر الجديدة، وبعد كده ربنا كرمني جبت توك توك واشتغلت عليه. طبيعة شغلي كنت مع رئيس مجلس إدارة بلبس البدل والجرافطات وكده اهوت، فتعودت عليهم. فلما جبت التوك توك وكده اهوت، الحاجة مركونة في الدولاب، فبقيت إيه، قلت لكل هذا الانتداب، لا أدوب حاجتي في حاجتي في اليومين اللي أنا عايشهم، وأقيم نفسي بعيد عن التكاتك والمشاكل بتاعتهم. والحمد لله الناس بترحب بيا وبتحييني وبتقول لي الناس يا ريت كلها تبقى زيك كده اهوت، ده حاجة كويسة وحاجة محترمة. واقف قدام المراية بلبس البدلة والجرافطة وأحلق دقني وبقى كده أطلع أتوكل على الله وأقعد لحد الصبح وأجي. مفيش مرة نزلت بالتوك توك إلا بالبدلة على طول، يعني لأن أنا حابب كده أهوت. يعني وأنا سايق التوك توك بالبدلة والجرافطة، في شباب بيتريقوا عليا وكده أهوت، ما بدهمش ودني، وفي ناس بترحب بيا وتقول لي يا ريت الناس كلها تبقى زيك، وبيتكلموا بمعنى الكلمة، ناس محترمين وعربيات ناس كبار محترمه، فبقى فرحة بيهم وكده اهوت. وانا سايق التوك توك يعني الحمد لله الناس كتيره كويسه معايا، ولكن في شباب الصغير ده المستهتر دوت ما بدروش ودني، بسمع تريقه والكلام دوت، لكن انا الحمد لله يعني على ايه، على وضعي وكده، والحمد لله رب العالمين. بقوم بقى اتفضل اصلي وافطر وقلت وكلت عليك يا رب، واطلع. انا قاعد في شقه حجرتين وصاله ومش عارف ابيضهم ورطوبه في الدور الارضي، ويعني وعيال تعبانين، بس هنعمل ايه؟ يعني نصيبنا قدرنا كده، بس يعني ربنا المستعان. ومش عارف ابيض ولا عارف اعمل اي حاجه فيها، ضغوط الحياة وكده اهوت عليا، مصاريف غاز، إيجار، كهرباء، حاجات كلها تيجي عالية، فمش عارف يعني أمشيها إزاي، مش عارف. عندي برضه زوجتي عندها عظام خشونة في الركبة وتعبانة، وأنا بقى برضه بساعدها، بدي لها خضار، بعمل لها حاجات في الشقة، وربنا يعيننا يعني على الحياة ومتعبها. نفسي في حياة كريمة وعيالي يخفوا ومراتي تخف وابني يخف وأعيش حياة كريمة، لأن أنا هنا برضك الدنيا قاعد في الدور الأرضي برضك تعبان، رطوبة والصيف صيف والشتاء شتاء، فالواحد عايز حياة كريمة غير كده يعني.